السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الإخوان غادي نشوفوا واحد السلسلة ديال الدروس جديدة على كيفاش نديروا اي ترانسفير دو دوني فيا تروا ريزو اللي مشهورين في لي زوتومات سيمنز، دونك كاين بي اي بروفيبوس والانترنت. دونك غادي نشوفوا اول حاجه لي كاركتيرستيك اللي كيميزوا كل واحد، وكيفاش غادي نختاروا اش من ريزو غادي ناخذوا حنايا في الـ في الـ في الهدف الكميتال في البروسيدي ديالنا. دونك كاينين 3 ولا 4 لي بارامتر اللي كيحكموا على اش من ريزو غنختاروا. اول بارامتر خاصنا نرد ليه البال كما كتشوفوا هنايا عندي ام بي اي وبروفيبوس وانترنت. دونك اشنا هو الفرق بيناتهم وكل واحد كيفاش داير؟ دونك باش نفرقوا بيناتهم غير من الشوفه، كل واحد عنده لون، كل واحد عنده لون، هذا عنده بلون كاسي وهذا عنده الموف وهذا عنده الخضر. دونك احنا غادي نشوفوا، ها هما كما كتشوفوا هذا لوطوماط، ها هو لو ريزو ام بي اي خارج منها، هذا لو كابل هذا هو ديال لو ريزو ام بي اي، هذا سي تان ريزو ام بي اي كما كتشوفوا هنايا. ها هو الانترنت كيكون خضر والبروفيبوس يكون ازرق بحال هذا الشكل، هذا ها هو الكابل الانترنت ها هو خضر، وها البروفيبوس ازرق، ها هو الكابل ديال البروفيبوس، ها هو هذا موف بحال هذا الشكل موف. دونك هذا هو الفرق بيناتهم باش نعرفوا غير من الشوفه شكون هو لي ام بي اي وشكون هو لي بروفيبوس وشكون هو الانترنت. والحاجه الثانيه اللي غتحكم عليه هو لا ديستونس بين لوطوماط ولوطوماط الاخرى اللي باغي تصيفط ليها انت لي دوني. دونك اول بارامتر خاصني نفكر فيه هو لا ديستونس. دونك لا ديستونس كما كتشوفوا هنايا هذا الجدول هذا مجبود من الكتاب ديال ستيب 7 ان ستيب 7 ان 7 ستيبس ديال سيتي جونز، هذا كاتب مشهور في هادشي ديال لي زوتوماط. انا حط اللين ديالو اللي بغى يتيليشارجي الكتاب، بصراحه راه شامل، ما الا قريتي غتفهم كلشي ديال لي زوتوماط بروغرامابل ديال سيمنز وبخصوص ستيب 7. كما قلنا لا ديستانس كما كنشوفوا هنايا لان ديستانس، عندك الكتريكال او اوبتيكال. شنو هو الفرق بين الكتريكال او اوبتيكال؟ الكتريكال هو كابل ديال النحاس، دونك كابل كيكون بالنحاس الكويفر، والاوبتيكال كيكونوا دوك لي فيبر اوبتيك. دونك لي فيبر اوبتيك كاين دي كونفرتيسور اللي كيكونفرتي لنا السينيال من ان كابل دو كويفر لي فيبر اوبتيك. دونك هنايا كما كتشوفوا في الام بي اي ما فيهاش، ولكن فيها الالكتريكال وحدو 100 متر ماكسيموم. دونك انت الا عندك دو زوتوماط وعندك فيهم ريزو ام بي اي وفيت لا ديستونس بيناتهم 100 متر، دونك الام بي اي ما غتختاروش. هذا هو البارامتر الاولاني، البارامتر الاولاني هو لا ديستونس. دونك لا ديستونس خاصني ضروري نكون عارف لا ديستونس. هنا لقيت لا ديستونس كاينه، دونك كمثال عندي بيناتهم 50 متر ولا 10 متر ولا، دونك هي لا ديستونس مزيانه. اشنو هو البارامتراج الثاني اللي خاصنا نردي له؟ البارامتراج الثاني هو لو نومبر دي نو. لو نومبر دي نو يعني شحال من اوتومات لي نفس الريزو ام بي اي، نفس الريزو. دونك عندك ريزو ام بي اي فيه دي زوتومات لي لي، دونك خاصك تعرف انت لو نومبر ديال لي زوتومات اللي مليين نفس الريزو ام بي اي، ما خاصهمش يفوتوا 32. دونك انت عندك كمثال 34 اوتومات ولكن لا ديستونس بيناتهم قل من 100 متر، بين لوطوماط ولوطوماط قل من 100 متر، ولكن ملي تشوف هنايا النومبر ديال نو غتلقى 32 ماكسيموم. دونك 32 انت عندك فايت 32، دونك الريزو ام بي ما مسلكش، ما خاصكش دير ام بي، ما غاديش يخدم لك. دونك هذا هو البارامتراج اللي كيتخادو. والبارامتراج الثالث هو الترانسميسيون، لو ديبي دو ترانسميسيون. دونك الترانسميسيون بحال هكا كمثال عندك هنايا 19 كيلو بيت، 19 كيلو بيت بار سكوند، راه ماشي ما مسلكاش، يعني ثقيله بزاف. 19 كيلو متر راه ثقيله. دونك انت على حسب الترانسميسيون ديال لي دوني، واش بغيتي لي دوني ترانسميتاو للزربه ولا ما عندك، ماشي مشكل. دونك ترانسميتاو كيما بغيتي ترانسميتاو ما عندك حتى مشكل. دونك ال ام بي اي هنايا لا طاش من سيستمز، دونك هنايا كيخدم مع السيماتيك اس 7 والام 7 والسي 7 والسيماتيك بي سي بي جي والسيماتيك اتش ام اي. دونك عندك غيخدم ليك مع لي زيكرون ديال الانترفاس اون ماشين، هي هيومن ماشين انترفيس، والبي سي بي جي يعني تبروغرامي به، وهنايا كيخدم مع السيماتيك اس 7 والميموري كارد، وهادي ما عرفتش ديالاش هاد السي 7. دونك عارف اس 7 والام 7.
دونك هنايا ما غتلقاش المشكل بالام بي اي. وهنايا كومينيكاسيون سيرفيس كاينه البي جي او بي فانكشنز وكاينه الاسيد فانكشنز، يعني دوك لي فونكسيون اللي كيكونوا في البروغرام ولكن الوظيفه ديالهم هما انهم يصيفطوا لي دوني، وكاينه هاد جلوبال داتا. هاد جلوبال داتا هي اللي غنخدموا عليها اليوم ان شاء الله، غنخدموا في ستيب 7 ومن بعد غادي نخدموا ان شاء الله في تيا بورتال باش ما نخليو باش يكون عندنا اللي بغى يخدم في ستيب 7 واللي بغى يخدم في تيا بورتال. دونك هاد جلوبال داتا هو اللي غنخدموا به اليوم ان شاء الله الا كتب، غادي نخدموا السيستم في ستيب 7 بعد جلوبال داتا. دونك هذا هو الام بي اي. بروفيل بيس قلنا هو الكابل موف، هو هذا بنفسجي هو البروفيل بيس. عنده ترانسميسيون ديال الديبي دو ترانسميسيون هو هذا من 6.9 كيلو بيت بار سكوند حتى 12 ميجا بار سكوند، 12 ميجا بيت بار سكوند. ولا ديستونس ماكسيموم ديالو الا كان الكتريكال كيوصل، الا كانوا دي كابل الكتريك كيوصل 9.6 كيلومتر ماكسيموم، والا كان لي فيبر اوبتيك كيوصل حتى 90 كيلومتر. دونك واخا تكون لا ديستونس فيها 90 كيلومتر ديال البروفيبوس غادي يدوز ديك السينيال ما عندو حتى مشكل. دونك هنايا لي ماكس لي نو كما كتشوفوا لي ام بي اي كان فيه غير 32 ولكن في البروفيبوس كان 126. دونك 126 اوتومات اللي ممكن تليها نفس الكابل بروفيبوس. وهنايا لي سيستيم كيخدم مع الاس 5 كيخدم مع الاتش ام اي بي جي بي سي والاس 7 هذا، واللي كومونيكاسيون كيخدم مع هادو الاف دي ال والاف ام اس والاسيت فانكشنز والبي جي او بي فانكشنز. دونك هادو كاملين تيخدم معاهم البروفيبوس. كما كتشوفوا هنايا الاس 5 ما كانش خدام مع الام بي اي، ما تيخدمش مع الاس 5، دونك البروفيبوس كيخدم مع الاس 5. هذا هو اللي كان بروفيبوس. الانترنت هو الكابل الخضر كما كتشوفوا، لا ديستونس ديالو الا كان كابل الكتريك كيوصل ل 1.5 كيلومتر ماكسيموم، والا كان فيبر اوبتيك حتى ل 200 كيلومتر. دونك الا عندك بين اوتوماط واوتوماط 200 كيلومتر غادي يخدم ليك. دونك كما كتشوفوا راه لي زوبسيون غاديين وكيتزادوا من ريزو لريزو، والعدد ديال لي نو كبر من 1000 نو، يعني كبر من 1000 اوتوماط اللي عندك الحق انك تليها نفس ريزو انترنت. دونك روتور يكون فيه اكثر من 1000. وحاجه اخرى هي الطوبولوجي، الام بي اي ما فيهاش الردوندونس. لا ردوندونس شنو هي؟ لا ردوندونس الا حيت باقي تنقلب فهادشي مزيان ديال لا ردوندونس، الا كتب ان شاء الله راه غادي ندير كور عليه، الا فهمتوه مزيان راه غادي ندير كور عليه. دونك لا ردوندونس هي ديك تيكونوا جوج ديال لي زوتوماط فيهم كاملين نفس البروغرام، ولكن اون فوا تسكت وحده كتخدم الاخرى ترومبلاسي هذيك الساعه. دونك خاص السيستيم يبقى بيرمانون ما يسكتش، هذاك الشيء علاش كنحتاجو حنا لا ردوندونس في السيستيم ديالنا. دونك لا ردوندونس ما يمكنش نديروها بار ريزو ام بي اي، كنديروها يا اما بريزو بروفيبوس يا اما بريزو انترنت. دونك هما بجوج هما هادو. وهنايا السيستيم ديال الانترنت اتاشبل سيستمز كما كتشوفوا هنايا كيخدم مع كلشي، وهنايا زايد فيه الايزو تي سي بي اي بي والايميل. دونك ممكن انك تخدم مع الانترنت. دونك هذا هو الفرق بيناتهم، هذه غير مقدمه بسيطه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الام بي اي، عاد نشوفوا الاخرين ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله، غنشوفهم كما قلنا في ستيب 7 غنشوفهم في تيا بورتال. دونك في ستيب 7 غنحلوا البروجي ديالنا كما كتشوفوا، بروجي جديد سميتو ام بي اي، ونكريي دي ستاسيون. دونك انسيري نوفيل اوبجي ستاسيون سيماتيك اس 300 الاولى، ونكريي الثانيه بهذا الشكل. دونك نكريي حتى خمسه بيناتهم ما كاين حتى مشكل. دونك غادي نزيد الثالثه ما كاين حتى مشكل، وغادي نبدا ندخل كل وحده كل وحده. غنمشي للهاردوير كونفيغوراسيون ديالها وغندير فيها كمثال ان سي بي يو. دونك غنمشيو ل اس 300 غنمشيو للراك، غنمشيو ديريكت للسي بي يو بلا ما نحتاجو نهزو. دونك غناخدو كمثال هادي ديال 313، غناخدو هاد السي بي يو هادي زينا هاد السي بي يو هادي، وغنمشيو ناخدو لكم على ديال الاخرين. دونك غادي نكومبيليو كومبيليو خدمتنا واش هي هاديك. دونك هو تكومبيلا، غادي نمشي ندير نفس الحوايج لي زوطومات الاخرين بجوج. دونك غناخد اون سي بي اخرى. دونك اول حاجه غناخد الراك باش نحط فيه الاوتومات ديالي، غناخد سي بي يو. سي بي يو كمثال غناخد هادي ديال 314 وناخد اون سي بي يو هنايا من هنا. دونك انا زدت سي بي يو غنكومبيلي، يتكومبيلي ليا السيستيم، وغنمشي تاني نفس
الشيء غنعاودو لوطوماط التالتة، دونك غادي نمشي ديريكت للراك، غنمشي غنهز هاد المرة 315 باش نفرقو بيناتهم، مبغيتش ندير نفس السي بي يو باش منطيحوش باش منتلفوش مع لو سي بي يو. دونك غنكومبيلي، دونك هنا سالي دابا كونفيكوراسيون ماتيريال ديال لي زوطوماط ديالي. اشنو هي الطاب اللي غتجي من موراها؟ خاصني ليهم بعدا بريزو ام بي اي، دونك غندير ليهم بريزو ام بي اي. كما كتشوفوا هنايا في البروجي ديالي، في البروجي ديالي كاين هنايا واحد الريزو سميتو ريزو ام بي اي، ها هو ها الريزو سميتو ريزو ام بي اي. دونك هو تيكون بار ديفو في لي بروجي ديال ستيب 7. علاش؟ حيت ميمكنش تلقى اون اوتومات اس 300 400 ما فيهاش بور ام بي اي، داكشي علاش تيكون ديما هو بار ديفو. دونك دابا كما قلنا خاصنا ليهم بعدا، كي غنديرو ليهم كاين واحد لوبسيون هنايا في السيماتيك مانجر كتمكننا اننا ليهم ديريكت غير بافيشاج جرافيك، وفي نفس الوقت كتسهل علينا الاموريه، كيتسمى نت برو. دونك ها هو كونفيغوراسيون دو ريزو، نبركو عليه غيتحل لنا لو نت برو ديالنا. كما كتشوفوا هما لي 3 زوطومات ديالي اس 300 3، وهنايا سي بي يو 313 314 و315. كما كتشوفوا هنا لي لادريساج كل وحده عندها ادريس، هادي جوج هادي جوج هادي جوج. دابا ملي غنليهم كي غندير ليهم يوسف انني نبرك على الريزو بحال هكا ونجر انجليسي تلصقولها. دونك ها هو الاولاني تليا كما كتشوفوا هو ملي، غنزيد الثاني الاخر بحال هكا بهذا الشكل، وغنزيد الاخر ثاني بحال هذا الشكل. دونك غنليهم ثلاثه كما كتشوفوا، عطاني واحد النجمه هنايا بالله راه عندهم نفس لادريس، ما خاصش يبقى عندهم نفس لادريس. ملي غنكومبيلي غادي يقول لي اودي راه عندهم نفس لادريس، غادي يعطيني ايرور. دونك حنايا ما خاصش يبقى عندهم نفس لادريس، حيت لادريس هي اللي كتفرق بين اوتومات واوتومات اخرى، هي لادريس. كما كتشوفوا هنايا هو عاطيني سو ريزو، قال لي هنا ايرور بروجي ستاسيون كذا انترفاس كذا سو ريزو ام بي اي لادريس جوج ني با اون فوك. دونك خاصنا نبدلو لادريس، كنبدل لادريس يوسيفي انني نمشي للبور ديال ام بي ديالي وندير دو كليك بحال هذا الشكل هذا. هي لادريس هنايا ناخذ كمثال ثلاثة وندير اوكي، هنايا كمثال نبرك ثاني وندير أربعة بحال هذا الشكل هذا وندير اوكي، وغنليه الكونيكسيون ديالي. دابا ملي غنكومبيلي ما غيكون عندي حتى مشكل، ما غيعطيني حتى شي ايرور، غيقول لك سون زيرور، دونك ما عندي حتى مشكل. كما كتشوفوا هو السيستم تكومبيلا عطيني هنايا اوكين ايرور، دونك السيستم ديالي خدام مزيان. دابا كيفاش غادي ندير ترونسفير ديال لي دوني فيا هاد لو ريزو ام بي اي؟ كي غندير ترونسفير ديال لي دوني فيا هاد لو ريزو ام بي اي كي غندير؟ كاين واحد لوبسيون هنايا كتسمى جلوبال داتا، تسمى جلوبال داتا بلونجلي هنايا في ستيب 7، كتمكننا اننا نديرو ترونسفير اوتوماتيك ولكن غير في الريزو ام بي اي. كنعاود نقولها غير في الريزو ام بي اي اللي ممكن اننا نديرو هاد لوبسيون ديال جلوبال داتا. كما كتشوفوا هنايا في الجدول هنايا بوحدها اللي فيها جلوبال داتا، الاخرين ما فيهمش. اوكي جلوبال داتا، هاد جلوبال داتا هو اللي غنستعملو حنايا باش نديرو الترونسفير اوتوماتيك ديال لي دوني فيا فيا لي ريزو ام بي اي بين هاد لي سي بي يو بثلاثه. دونك انا سيميلاسيون ما غنديرهاش، ما عندي كندير سيميلاسيون، وهم اصلا ما غندير سيميلاسيون، نبقى غير في هنايا غنشرح غير الطريقه البروسيدور. حتى اللي بغى يخدمها اوريال راه غادي تخدم ان شاء الله، ما فيها حتى مشكل. دونك كي غندير ندير هاد الترانسميسيون اوتوماتيك يسوفي انني نسيليكسيوني لي بي اي ديالي، وغادي نمشي هنايا ديفينير لي دوني جلوبال، جلوبال داتا هي لي دوني جلوبال. دونك غادي نبرك نبرك، غيتحل لي واحد الجدول كما كتشوفوا هنايا، جدول ما فيه حتى حاجه خاوي. كما كتشوفوا هنايا عندي البلاص ديال 32 سي بي يو حيت ريزو ام بي اي، وهنايا ما مفهومش هادشي ايدونتيفيكاتور جي دي، ما اشنو غندير بهادشي. دونك غادي نمشي غنسيليكسيوني لا كاز اللي بغيت نخدم فيها، وغندير هكا سي بي يو سي بي يو، غنمشي ناخذ سي بي يو اللي بغيت انا. دونك كمثال هادي ندير اوكي، دونك انا عطيني هذا خاصني نختار سي بي يو، دونك انا اختاريت سي بي يو 313، ها هو عاطيني ديال 313. غنمشي ثاني غندير نفس الحاجه الاخرى، دونك غادي نمشي غنختار سي بي يو الاخر بحال هذا الشكل 314 ها هو، ندير اوكي، والاخر ثاني غنختار لي سي بي يو. دونك غنختار لي سي بي يو كاع اللي عندي في لو ريزو ديالي 315، دونك لي سي بي يو اللي بغيت ندير بيناتهم ترونسفير. دونك ترونسفير اشنو هو ترونسفير؟ هو ايميتر اي ريسيفوار لي دوني، صافي هادي هي ترانسميسيون، كنصيفط وكنستقبل، هادشي اللي غندير. دونك عندي دو فونكسيون، ليميسيون والريسيبسيون، جوج د الحوايج، ما عنديش شي حاجه اخرى. دونك حنايا غادي نعرفوا هنايا كيفاش غنديروا دابا ترانسفير ديال لي دوني.
كمثال هنايا غنكتبوا دابا لي فاريابل اللي بغينا. كمثال بغيتي لي صورتي اللي غيت اكسيتاو في هذا في هذا في هذا لوطوماط هذه ديال 313 يتاكسيتاو بحالهم في 315. كنحتاجوا بحال هادشي في لي بروغرام. كان عندك دو سي بي يو بغيتي نفس لي صورتي اللي ميكسيتين غيت اكسيتاو. دونك كي غادي نكتب غادي نكتب كيو دبليو في كمثال 0 الوورد فيه 16 بيت دونك جوج ديال هذا ولا كمثال غنديرو حنايا كيوب بي. دونك نتايا باغي غير بيت واحد كيوب بي 0 بحال هاد الشكل. دونك كيوب بي 0 الى مشينا هنايا غنلقاو هنايا سيليكسيوني كوم ريسيبتور. دونك غادي يبقى ريسيبتي في هاد كيوب بي 0. حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا ملي تيكسيتاو شي دي سورتي هنايا في هاد كيوب بي 0 يتصيفطوا لنا 315. دونك اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو انيميتور ماشي ريسيبتور. دونك باش نحولو انيميتور بغيتي تبرك هنا وديرو اميتور بحال هكا صيفط ولا بغيتي تمشي لاكاز هنايا ها هو كتمشي ديريكت هنايا كتبرك على سيليكسيوني كوم اميتور. دونك هنايا غادي صيفط 313 سي بي او 313 غادي صيفط لينا لي دوني اللي جاو في هاد الكيوب بي 0. فين غادي صيفطهم؟ بغينا صيفطهم ل 315 ولكن في لاسورتي كيوب بي كمثال 10 هكا كيتم ترانسفير ديال لي دوني. عندك كيوب بي 0 سندر يعني غتصيفط ايميتور غادي يصيفط ل 315 لي دوني اللي جاو هنايا غادي يصيفطهم لا سورتي 10. دونك كيو 0.0 كيو 0.1 كيو 0.2 0.3 دونك ما عرفتش واش غادي يبغي اف بي 0 ما عرفتش واش غادي يبغي ولا لا. دونك هو قبلها دونك غناخذو غير الاب بي اب بي 10 بحال هكا دونك باش ما نكلفوش. دونك هي ال A0.0 A0.2 حتى ال A0.7 غير سيبتيهم في 315 في لي سورتي اللي عندو A10.0 A10.0 A10.2 A10.3 حتى ال A10.7. دونك كمثال عندك الى مدي عندك مدي 100 غادي تصيفط كمثال لي دوني اللي غادي يدخلوا لهاد الام دي 100 من اطرافي البروغرام ديالك باغي تصيفطهم لهاد السي بي يو هادي كمثال هنايا غادي دير كمثال غادي تستقبلهم حتى هي في الام دي 100. دونك هذاك الشيء اللي جاك في الام دي هنايا هاد الام دي 100 الدبل وورد هادي ولا ريال لي دوني اللي جاو هنا غادي ترونسفيرو اوتوماتيك للسي بي يو 314 لين لا فاريابل ام دي 100. دونك في البروغرام ديالك انت وقت ما كان شي دوني في الام دي 100 غيمشي ديريكت للام دي 100 ديالك ما تحتاجش انك دير كمثال سيستم فونكسيون اللي غادي تبقى دير لك بحال هكا ترانسفير ولا غادي تبقى سبيسيفي الادريس ولا هذا هو باش ينفعنا دوني جلوبال ولكن هذا كاين غير في الام بي اي. دونك الا عندك شي ريزو اخر ما عندك كدير وهنايا غدير كمثال الام دي كمثال الام دي 10. دونك هنايا الام دي 100 غادي تصيفط للسي بي 314 غادي تصيفط لي دوني ديال الام دي 100 للسي بي 314 في هاد الام دي 100 والسي بي 315 في الام دي 10. دونك هنايا هادي غتصيفط لي دوني كاع لي دوني اللي جاو هنايا لهاد السي بي ولهاد السي بي في هاد لي زادريس. دونك كنصايبو لي زادريس مقابلين مع بعضياتهم اللي بغينا يتم ترانسفير ديال لي دوني ديالهم كامل. ممكن ان دابا نبقى نلعب كيما بغيت كمثال بغيت لو لو بيت كمثال اي A0.0 بغيت نصيفطو كمثال بلا كمثال غناخدو A20.0 ولا A124 ولا المهم اللي اختاريتيها اي ادريس بغيتيها غادي دير ليها ايميتور غتصيفط لين للسي بي 313 A124.0 تاعي. دونك اي حاجه طرات في A124 كانت 0 ولا 1 غتاخذها حتى السي بي 313 نفس لي دوني كانت 0 ولا 1 غتاخذ حتى هي 0 ولا 1 كانت في هذه 1 في هاد لا سورتي كانت اكس تي غاد اكس تي هاد لا سورتي اوتوماتيكمون في الاوتومات الاخرى. دونك هكا كيتم لو ترانسفير دي دوني فيا ان ريزو ام بي اي كما كتشوفوا هادشي راه ساهل كديروا انريجستري كومبيلي هيا كومبيلي هنايا كتكومبيلي السيستم ديالك واش لي زادريس مكدين واش ما كاين حتى مشكل كما كتشوفوا لا كومبيلاسيون اي تيرميني ما كاين حتى مشكل ما عاطيني حتى شي حاجه. دونك الا بغيتي انريجستري كتانريجستري باش يبقى عندك تفيرمي غتفيرمي. دونك هكا كنديرو ترانسفير ديال لي دوني وملي كتسالي هذا كتشارجي في لوطوماط ديالك. دونك كتشارجي خاص تشارجيهم في لي زوطوماط اللي عندك باش كيعرفو ترانسميسيون ديال لي دوني ديالهم. هذا هو الدكور ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في شي كور اخر.
إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.